ايش فترة طويلة ممكن بالقراءة بالمجالس الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم أكو من بين الأشياء اللي عندنا عند فئة قليلة من المجتمع، إذا أرادوا يتنمرون على بنية يقولون هاي كانها ملة. اي شنو يعني؟ شنها ملايه؟ أي شنو بيها الملايه ما مثلا؟ أعرف. هو ده أسأل. هم انتقاصا منهم، انه هم مو بس الملايه، اغلب المسميات يعني هم حتى الاعلاميين. انا ابويا مره يوم من الاحساء احكي لك على الملايه، نعم. يوم من الايام قال بالفاتحه، دائما اكررها باغلب لقاءاتي، قال سلم بالفاتحه بس لا تقول بنت اعلاميه، كانما سبه الاعلاميه على بالطبع. بنتك هيك. لكن انا ملاي، وين ما اروح اقول لهم انا ملا، افتخر انه كانت بداياتي المنبر الحسيني عليه السلام. يكفيني شرف خدمه الامام الحسين، بالطبع حالي حال الطبيب اللي عنده موكب، بالطبع حالي حال المهندس اللي يطبخ، حالي حال الفنان اللي يمثل دور من ادوار الائمه، كل من موقعه. اليوم احنا نخدم الامام الحسين، فانا اليوم من احيي مجالس الامام الحسين واحيي ذكره. خلي اللي يعيب يعيب. اليوم احنا كاعلاميين ما حد يحكي علينا، الفنان ما حد. اليوم تشوف مواقع التواصل الاجتماعي الفنانين، الاطباء، العلماء، زين، وحتى الانبياء والاوصياء يتحدثون عنهم، فما بالك الملايين. هو اكو هجمه حقيقه، اكو هجمه يعني خصوصا على النساء في هذا المجال. فكانها ملا، يجوز الملايات يعني يشوفون مثلا واحده وجهها نوراني يقولون كانها ملاية. ممكن، ليش بالطبع. يعني نقول كانها ملاية الا بس شيء؟ بالغالب دائما نشوف انه لما يريدون ينتقصون عذرا من سيده او يتنمرون عليها او يعيبون عليها يقولون كانها ملا، مع العلم ما اعرف انه هذا الشيء هو ينقص من شخصيه السيده اللي تعمل بهذا المجال، سواء كان بمقابل او دون مقابل. هسه انت تقول لي الكرسي الوحيد اللي قعدتي عليه، انا قعدت على كرسي الاعلام، وقعدت على كرسي السياسه، وقعدت على كرسي المله خادمه الحسين عليه السلام. تقول وين تشوفين نفسك اكثر؟ احترام الناس وتقديرهم وهيبة المكان. أنا أشعر الكرسي اللي أقعد أقربي مجالس الإمام الحسين أكثر هيبة، أكثر احترام من الناس. شوف الناس كلها تستمع، تبكي، العالم تأخذ موعظة، رسالة من الطف. أنا أشوف هذا المكان. بعد اللي يريد يتحدث ويسوق بالطبع.